أنا كنت بقول في الفقرة الأولانية يا دكتور مع فاروق، مش بلاقي مبررات، بس أنا كنت شايفاها كده وقلت دكتور مصطفى بعدين يصلح لي المعلومة لو أنا غلط. الرجال اللي بيبقى عندهم مثلا 45 لحد مثلا نقول 60 سنة بيبقوا عايزين، حتى وهو متجوز بس حاسس إن هو نفسه يتعرف على ناس جديدة، نفسه يدخل في علاقات جديدة. أنا بشوف إن ده علشان ما عاش فترة مراهقته بالشكل اللازم، او يكون ارتبط او اتجوز بدري. ده صح ولا غلط؟ عشان ما خدش من فتره مراهقته الاحتياجات الصحيه، يعني ما خرجش منها بشكل ناضج وبشكل صحي. يعني اللي بيمنع حدوث ازمه منتصف العمر هو النضج. يعني انا صح يا دكتور؟ طبعا. احنا ازاي بنشتغل على نفسنا؟ طبعا شاطره. ان احنا ازاي بنشتغل على نفسنا من بدري علشان اقدر احمي نفسي من ده. ما هي ازمه منتصف العمر دي مش حاجه كويسه، مش حاجه حلوه ان انا اعيش فيها. ما هي اشبه بمرحله الاكتئاب. صح. ان انا بكون زهقان فيها من نفسي، حاسس ان مفيش فايده، حاسس ان مفيش امل في حاجه، كل الحاجات بالنسبه لي زي بعض، عندي حاله ملل مستمره، عندي احساس العادي ان كل حاجه عادي، امبارح زي النهارده انا بنزل اروح الشغل وخلاص، مش مستمتع بالحياه. فعشان ما اوصلش المرحله دي محتاج يبقى عندي شكل من النضج. فاللي انت بتقوليه ده مهم جدا، ان انا فتره مراهقتي بشتغل على نفسي. ولما بكبر كمان، لما بعدي المرحله دي بالزبط. لان حاليا ما بنشوفش ازمه منتصف العمر بس في الأربعين، احنا بنشوفها كمان قبل كده، بنشوفها في سن بدري. صح. كمان عن كده يعني صح، مليون في المية. هو المصطلح ده ممكن يتقال على حد عنده حاجه و20 سنه، عنده 30 سنه؟ يعني حاليا بقى بيبان في الثلاثينات قوي، يعني في الثلاثينات كتير في السيدات وفي الرجال بيبان باشكال مختلفه. ايه اعراضه طيب، او ايه شكله؟ يعني الاشكال، اشكاله الاساسيه طبعا حاله الزهد وحاله اللامبالاه الشديده، ان انا حاسس ان انا مش مستمتع بحياتي وما عنديش استعداد ابذل مجهود، ان انا ما عنديش هدف بسعى اليه، انا حاسس ان الاهداف بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها ما وصلتش منها لحاجه، فمش مستعد ازود هدف جديد، ان علاقاتي تبتدي تقل واحده واحده، ان انا ابتدي انعزل وانسحب واقفل على نفسي، فالف في دوائر مغلقه، ما بقاش بدور على ناس حواليا. دي من الاعراض اللي بتبان قوي في السن الصغير.